أساسنا جينا من الغرب نظام حج جدنا وجينا بيت الحجر طلب الفاروق ووجه بينات بيت الحجر. بيت الحجر ده حتى قاعد، لكن وجه طوره سنة 54 جابوا لي وجه ده. هلا قالوا ثبت البلد شيلوا الثابتة. هلا قالوا شيلنا الثابتة، ناس كبارنا عجايب قالوا شيلنا الثابتة نصوحنا أولادنا ما بيمشوا معنا. أين دايرين موقف؟ موقف ده ما ينفع، شيلوا الثابتة عشان تبيع تمشي حج، تبيع تمشي بلدكم. شيلوا الثابتة أبو ناس كبارنا. هنا طبعا من وشي ده سميتها أحياء ذرة، جابونا وشي هنا سنة 54. وكي جينا كان تعرفونا بتاع مقار ده شمال غرب في طرف فاروق، جاء معنا شيء دقيق لنا دقيق حتى في نسخة لا هنا سوق المقار مسمي بسوق المقار. سوق المقار جاء 82 غيروا بالسوق الوشرة. هنا ده شغلنا كان صغار، كان سنة ثانية في المدرسة. في عمنا واحد اسمه محمد كسلة في معطى وسطى إذا كان بتاع الشاشاتي عنده نفتالين بالواقع، ونصير ورونا محل ده نشيل نفتالين بالواقع، نصير الليبر مراية أي حاجة نصير في أندرمان شغالين في محطة ترماي. ترماي ده من هنا نمشي من محطة وسط بتاع خرطوم، ده محطة وسط بتاع خرطوم أندرمان، من محطة وسط بتاع أندرمان أبو روب، من أبو روب كان نرجع. لما نجي هنا نمشي بحري محطة وسط بتاع بحري، منا خلفاء ملوك ثاني نرجع شغالين في ترماي ده. مفتش لو طلع في ترماي بينزلنا، أو تفتح تذكرة أو أنزلوا ينزلنا، بس كده شغالين. بعد ده جينا هنا في وجهي ده 54 ده هنا السوق ده مال ده خضع ما في زلطات، في بيوت بتاع بقر زريبة بتاع بقر ده زي 13 14 جوا هناك ساكنين، لكن الناس ما ساكنين. زريبة بتاع بقر زي 15 14 جينا هنا لغاية هسه أنا شغالين في السوق ده.